هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، متى تكون معاونة المشركين على المسلمين كفرا أكبر؟ نأمل من معاليكم التكرم بالتفصيل حفظكم الله ورعاكم. ليس لها تفصيل، معاونة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام، مظاهرة على المظاهرة، مظاهرة المسلمين على المسلمين، هذه تعتبر من نواقض الإسلام كما ذكرها أهل العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.